بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائماً في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم، معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. روحك أمانة، البس الكمامة، عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار، عشان رضا الوالدين عقم الإيدين، عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين، عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا على كنار تي في، صوت العرب من كندا، مسار مهنتي. هذا البرنامج اللي بيهتم بجميع القادمين لكندا، بعطيهم المفتاح للدخول إلى سوق العمل، لمعرفة كيف معادلة الشهادة، كيف يمكن البدء في بعض الأعمال، كيف يمكن الحصول على الترخيص الخاص بعمل معين، وهلما جرى. تكلمنا أيضا في كثير من الحلقات عن طريق إنشاء السي في بالطريقة الكندية، وطريق إنشاء الكفر لتر، وأهمية الانترفيو، وكيف يتم معادلة الشهادات. الحمد لله كان في إضاءات كثيرة جدا خلال الحلقات الماضية. إذا ما شفتوا هذه الحلقات ممكن تتابعوها على كنار تي في لايف على الفيسبوك، أو كنار تي في لايف على اليوتيوب. سهل جدا، تدخلوا على الفيسبوك تكتبوا كنار تي في لايف كلمة واحدة، تعملوا لايك وفولو، بوصلكوا كل جديد. إذا بدكوا الحلقات الماضية ممكن تدخلوا على اليوتيوب، تدخلوا على قناة اليوتيوب تكتبوا كنار تي في لايف كلمة واحدة أيضا، بتطلعوا في سبسكرايب، تعملوا سبسكرايب الأحمر ما تنسوه، والجرس الأصفر تكبسوا عليه عشان يوصلكوا كل تنبيه لكل شيء جديد. وفي الأعلى راح تلاقوا في بلاي ليست، تدخلوا على البلاي ليست بتلاقوا كل الحلقات بالمواضيع مفصلة بشكل جميل. طبعا كثير من الناس صار يحكونا انه ما لديكم هو ليست قناة بل موسوعة من المعلومات التي يمكن ان يعود لها القادم الجديد والمواطن والعايش في نورث امريكا. بنحاول ان نعطيكم كل المعلومات ونعطي اضاءات على امور مهمة جدا. اليوم حنتكلم في موضوع قد يكون هذا الموضوع غريب بالنسبة لكثير من أبناء الجالية العربية ولم يتكلم عليه كثير، ولكنه فعليا هو شيء جديد وشيء مهم جدا في نطاق العمل. كيف أطور الملف المهني؟ تطوير الملف المهني يا جماعة شيء مهم. أنا دخلت في وظيفة وبدي أطور نفسي في هذه الوظيفة، لا أريد أن أبقى في مكاني زي ما يقولوا بالعربي محلك سر، لا، أنا أبغى أطور نفسي، أصير مانجر، بعدين أصير دايركتر، أصير ديبوتي مينستر، وإن شاء الله أوصل لمينستر. طبعا إلها طريقة أخرى، ولكن بشكل عام أريد أن أطور نفسي. لن أتكلم أنا كثيرا عن هذا الموضوع لأنه اليوم معنا شخصية رائعة جدا، أفتخر أقول أنه صديق عزيز من ليبيا الشقيقة، يعيش هنا في مدينة أوتاوا، الدكتور علي الوافي. أهلا وسهلا فيك دكتورنا العزيز. اهلا وسهلا ومرحبا دكتور جمال، شرفنا. شكرا على الاستضافه، وانا لي حب خاص لاهل ليبيا ترى دكتور. بارك الله فيك، سبق وان حكيت لي، ونحن ايضا لنا حب خاص لكم وللاهل في فلسطين وفي الشام بصفه عامه، والعرب طبعا انت زي ما عارف والجميع عارفين احنا واحد، يعني امه واحده وشعب واحد، متجانسين غير بقية الشعوب الأخرى، ولكن للأسف فرقتنا الخلافات السياسية وفرقتنا
بعض المشاكل الخارجية والتآمر علينا كأمة عظيمة كانت وستبقى إن شاء الله. صحيح صحيح دكتور، صدقت في كل ما قلته، و يعني جمهورنا العزيز من يمكن الكلمات اللي أعرفها أو سمعها منك عرف القليل عن دكتور علي الوافي. أنا بدي أزيد بمعلومات عن الدكتور علي الوافي، معلومات عملية وأكاديمية. هو أستاذ وباحث ورئيس البرنسبل إنفستيجيتورز بكلية ألغونكون أوتوا في كندا، الرئيس الحالي لفرع المنظمة العالمية لمهندسي تلف المعادن بالعاصمة الكندية NACE، وهو خبير في قيادة الفرق في بيانات عمل مختلفة داخل وخارج كندا، قاد العديد من المبادرات البحثية والتدريسية في تطوير المناهج التخصصية، له سجل حافل وخبرة مهنية وعملية واسعة في مجال الاستثمارات الهندسية والمهنية والتدريب، يعمل ضمن فريق لتقييم البحوث التقنية بإقليم أنتاريو كندا، مركز أنتاريو للتميز اللي هو أنتاريو سنتر أوف إكسلنس OCE، عمل ولا يزال كمستشار مهني في منظمة أوتوا كوميونيتي إميجريشن سيرفيسز أورجانيزيشن أوسيسوس، وعمل ولا يزال أيضا يعمل كمستشار مهني ومدرب في منظمة أوتوا تشينيز كوميونيتي سيرفيسز سنتر، أمن وشارك في تأمين الحصول على تمويلات للعديد من مشروعات البحوث التطبيقية والصناعية والهندسية في كندا، وله الكثير من الهوايات. وطبعا لو بدي أقرأ لكم من السيرة الذاتية ستنتهي الساعة 10 ولن ننهي، فنتوقف هنا ونرحب بدكتورنا. أهلا وسهلا بك. أحسنت دكتور جمال، بارك الله فيك، وهذا كرم منك صراحة، وأنا أشكرك على هذه المقدمة الرائعة، ويعني بصراحة خجلتني، بارك الله فيك. تستاهل أكثر من كده دكتور، أنت يعني حتعطينا اليوم إضاءات، لأنه إحنا الموضوع هذا كما تحدثنا قبل الحلقة طبعا كبير جدا، اللي حتحاول اليوم تعطينا بعض اللمحات عنه وتمهيد لحلقات قادمة إن شاء الله في نفس الموضوع. دكتور خلينا نسأل، شو هو، ما هو الملف المهني؟ ماذا نعني به؟ لماذا يجب أن نكترث لهذا الأمر؟ نعم، الحقيقة هذا سؤال كويس كبداية. الملف المهني دكتور جمال هو يعني قبل أن نبدأ في تفصيل عنه هو شوية غير معروف الحقيقة حتى في العالم الأول هنا حتى في كندا، وأنا الحقيقة بداية معرفتي به هي عندما طلب مني أن أعد منهج له في الكلية التي أدرس بها هنا في كندا، وكان لأول مرة هذا المنهج يعد لبرنامج جديد، برنامج بكالوريوس جديد، ودرست لمدة 5 سنوات، ومن خلال تفاعلي مع الطلاب اللي هم المفروض ينتقلوا من حياة الطالب إلى الحياة العملية تعرفت عليه أكثر وأكثر، وهو الحقيقة مهم جدا جدا لأسباب عديدة. فالملف حتى نعرفه هو يعني منتج كبير جدا من المعلومات يجهزها الشخص، ليس بالضرورة أن يكون حاصل العمل، ممكن يكون يعني كيف بادي حياة العملية أو سيبدأ حياة العملية بعد فترة معينة سنة أو سنتين، ويكون قادم جديد زي ما تفضلت أنت في المقدمة من خارج البلاد ويريد يدخل سوق عمل معين، أو يكون في نص حياة الوظيفية ويريد يتطور زي ما قلت أنت في يعني في التسلسل الوظيفي، يعني عدة أسباب له، ولكن هو زي ما قلت لك هو رحلة حقيقة من رحلة كبيرة ينتج من خلالها هذه الرحلة منتج، وهو مجموعة من الوثائق حنفصلها بشوي بشوي إن شاء الله من خلال الحلقة إذا قدرنا، ولكن هو عبارة عن يعني تقييم للذات من الناحية الوظيفية ومن نواحي عدة بما فيها القدرات والخلفيات حتى الثقافية، وهو الحقيقة قد يكون الوصف ليس بعيد إذا وصفناه بحجم أكبر للسي في أو السيرة الذاتية، والسيرة الذاتية بس بشكل مفصل و
وفيه الكثير من البراهين على الكثير من المهارات. مثلا اذا حكينا على في السيرة الذاتية قد نجد ان الشخص يجيد كذا ويجيد كذا ويجيد كذا. هذا الكثير من الناس قد يدعي بان لديهم قدرات وقد يكونوا صادقين، ولكن من خلال الملف المهني ممكن على كل مهارة يستطيع الشخص اللي هو يعد نفسه لوظيفة معينة أو لمهنة معينة أن يثبت أنه عنده هذه المهارة، يثبت أنه يمتلك هذه المهارة بأشياء نسميها إحنا artifacts، إذا ترجمناها العربي ممكن تكون تحف، وهي فعلا تحف لأنها تبين أشياء يمتلكها هو ولا يمتلكها الآخرين. فالموضوع زي ما قلنا كبير، ولكن خلينا ندخل بشوي بشوي. هو مجموعة من الوثائق تخص الشخص صاحب الوظيفة يعدها بنفسه. ممكن نقسمها إلى مجموعة أجزاء، ولكن القسم الأهم فيه هو تقييم المهارات. يعني الشخص في هذا الملف أو في هذه الرحلة، لذلك أنا سميتها رحلة، يبدأ في تقييم المهارات التي يمتلكها هو، حتى يعرف أولاً هو أين هو في كل مهارة. إذا قسمنا المهارات فقط إلى قسمين، قسم اللي هو المهارات الذاتية أو العامة اللي يمتلكها كل شخص المفروض نسميها core competencies، أو المهارات الخاصة بوظيفة معينة. هذين القسمين مهمات جدا. فالمهارات الكور مثلا إجادة الكمبيوتر، إجادة الكلام في البابليك، إجادة الكتاب بشكل مهني، التعامل مع الشؤون الإدارية، كل هذه الأشياء مهارات مفروض يمتلكها أي واحد داخل على أي سوق من أسواق العمل. والمهارات الخاصة هي اللي المفروض تتوفر في وظيفة في مهنة معينة. إذا كنا شخص مهندس مثلا، مهندس ميكانيكي أو مهندس مدني أو مهندس كهربائي، بس مثال يعني، ما هي المهارات التي مفروض يمتلكها هذا المهندس؟ لازم الشخص المهندس نفسه يضعها في قائمة ويأخذ كل واحدة على حدة لتقييمها، تقييم هو وين من هذه المهارة. إذا قلنا مهارة رقم واحد مثلا، هل هو مبتدئ، هل هو متوسط، هل هو يمتلك أو مسيطر تماما على هذه المهارة؟ هذه تؤدي وظيفتين. الوظيفة الأولى أنه هو يتعرف على نفسه أكثر ويشوف يعني مكامن الخلل أو وين فيه، خلينا نقول جابز ممكن يعبئها عن طريق دورات أو عن طريق اطلاع أكثر أو عن طريق أي طريقة إن كانت. في نفس الوقت إذا كان هو في مستوى جيد، في خلال هذا الملف يجمع ما يثبت أنه هو يمتلك هذه المهارة. إذا مثلا قلنا وظيفة معينة، عفوا مهارة رقم واحد، عند إثباتات عليها، فيخلي هذه الإثباتات موجودة حتى يستطيع الآخر أن يراها، اللي هو صاحب العمل أو الشخص اللي هو المفروض يكون يعني يشوفها. يعني اختصرها عبارة عن دوسين أنت بتحضره بيثبت ما في السي في الكبير. نعم، هو يثبت ما في السيف الكبير. نعم، لكن هو الحقيقة زي ما قلت أنه هو رحلة يعني يخرج منها الإنسان بشيئين. أولا يتعلم أو يعرف كثير عن نفسه، ثانيا يتعرف على العالم الخارجي فيما يخص المهنة. يعني دكتور اليوم حنزود عليك الأسئلة لأنه الموضوع شيق ومهم، وللأسف ليس لدينا معلومات كبيرة عنه. أنا شخصيا من الناس اللي يعني أول مرة بسمع عن الملف المهني. إيش هو، ما هي أهمية هذا الملف؟ أين يقع أو أين تلعب دور في حياة الموظف أو الشخص الذي يريد أن يحصل على وظيفة؟ نعم، إذا هي ممكن زي ما قلت لك الشخص اللي يريد يحصل على وظيفة، أو ممكن أي شاب حتى يكون عاطل عن العمل وما فكرش في وظيفة ممكن يعد ملف ومن خلاله يتعرف أو يجد أو يسهل عن نفسه أنه يلتحق بوظيفة أو مهنة معينة. هي ممكن لأي شخص يعني في هذا الاتجاه. أعود لسؤالك دكتور جمال، أنا معلش تفضل السؤال لو سمحت لي مرة. أهمية هذا الملف المهني. نعم،
أهميته تكمن زي ما قلت لك في أنه هو يجهز الشخص ويتعرف على نفسه أولا، ثانيا يسوق به نفسه. التسويق ممكن يكون من خلال شيء يسمى المقابلة، مش عارف كيف الترجمة العربي، المقابلة الاستطلاعية خلينا نقول. يعني إذا عندك هذا الملف فيه كل المهارات اللي حكينا عنها، وكل مهارة مفصلة وكل تفصيل فيه إثباتات، فأنت ممكن في رحلة بداية رحلة الرحلة عن البحث عن العمل، أو بداية الرحلة للانتقال من وظيفة إلى أخرى، أو في أي اتجاه، أنت ممكن تطلب تتعرف على المؤسسة اللي فيها وظيفتك الجديدة. يعني تتصل بالمؤسسة وتطلب من الشخص المسؤول 10 دقائق أو 20 دقيقة كمقابلة للتعرف على ماذا يفعل هذا المركز أو هذه المؤسسة. من خلال هذه المقابلة تصبح أنت اللي تسأل وليس هو، وكأنها انترفيو تبع العمل، ولكن بصيرة عكسية، أنت اللي تعمل انترفيو لصاحب العمل. طبعا في العادة يستجيب صاحب العمل إذا طلب منه هذه المقابلة، لأن كل واحد يحب يعرف بطبيعة عمله أو بطبيعة المؤسسة اللي يقودها أو المؤسسة اللي هو من ضمنها. وهناك أيضا لغة أيضا محددة يخاطب بها هذا الشخص حتى يقبل. في المستقبل إذا فصلنا ممكن نتحدث عن هذه اللغة، وهي تكون عن طريق إيميل أو مكالمة هاتفية. من خلالها لما يصل الشخص صاحب الملف المهني إلى هذا المسؤول اللي هو ممكن يوظف، يعني يبدأ معه المقابلة بشكل طبعاً ودي، يسأل عن المهنة ولا يذكر أنه هو باحث عن عمل. يعني هي فيها حتى نوع من إذا صح التعبير الخدعة. يعني فهو لأنك أنت إذا جيت تطلب عمل عادة يقول لك ما عندناش عمل، ولكن تطلب التعرف على 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 العمل، فتقول انا مش جاي طالب وظيفه، انا جاي فقط اتعرف على ماذا يفعل هنا. فيجاوبك على الاسئله، المفروض تكون حضرت اسئله يعني سلفا، المفروض ما يكونش في اسئله يعني يمكن تحصل عليها من خلال الانترنت. لا تسال اسئله كم عدد الموظفين او ما حجم المؤسسه، هذه كل اشياء متاحه، لكن تسال أسئلة أدق تكون يعني مهنية، توضح أنك أنت فعلا مهتم بهذا المجال. ومن خلال الدردشة ممكن يصير في كلام على أحد مهاراتك اللي تمتلكها، فتطلب إذن أنك توضح أنك أنت سبق وأن فعلت أشياء تتعلق بما يفعل هم. ومن خلالها ممكن إذا سمح لك تستعمل هذا الدوسي اللي هو الملف المهني، وتبرز ما يثبت أنك فعلت كذا وكذا وكذا، وما يثبت أن عندك المهارة المعينة. في كثير من الحالات يعني بناء على استطلاعات وإحصائيات حصل بعض الناس على وظيفة فورا يعني من خلال هذه المقابلة، مع أن هي مقابلة استطلاعية فقط. هذه أنت سألتني فقط عن الاستفادة من هذا الملف، هذه واحدة من 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 فوائد، من مظاهر من الفوائد. الثانية هي زي ما قلنا يتعرف الشخص على نفسه، ويصير أيضا من ضمن مقاطع أو من ضمن أجزاء الملف المهني هو التخطيط المهني، اسمه كارير بلان. الكارير بلان هذا يتوقف على معرفة يعني كيف نشرح لك، معرفة يعني القصور في مهاراتك أولا حتى تغطيها، ثانيا يعني ما هي الوظائف اللي ممكن تكون متاحة لك وممكن تضعها في تسلسل الوظيفة، هذه الأولى ألق، الثانية الثالثة بهذا الترتيب، وكل وظيفة ممكن تقارنها بمهاراتك وتشوف أي واحدة ممكن تقدم عليها أو تسعى فيها
وتسعى ممكن كبداية عن طريق هذه اللي حكينا عليها قبل شوية الانفورميشن انترفيو. فهذه فائدة أخرى أنك أنت تتعرف على نفسك من ضمن الملف أو من ضمن الكارير بلان. يعني في حاجة اسمها personality test اللي هي الاختبار الشخصية، فيه متاح كثير على الانترنت، بعض المواقع ممكن تستعملها، وفي مواقع أكثر مهنية ممكن تطلبها من جهات خاصة تتعرف على شخصيتك المهنية أو حتى بصفة عامة يعني. فهذه فائدة أخرى. هذه الفوائد اللي تحضرني الآن يعني، وهي كثيرة وصلنا فيها. دراسة سوق العمل هل هي جزء من الفوائد؟ نعم هي. أنت إحنا ممكن تسب يعني زي ما قلنا لأن الموضوع شائك فكل مرة ندخل من جهة. هي رحلة الملف المهني هي رحلة من رحلة كبيرة، وهي رحلة الـ preparation يعني الإعداد المهني. ورحلة الإعداد المهني تنقسم إذا سمحت لي في عجالة إلى أربع أقسام رئيسية، وهي التخطيط أولا، ثانيا الريسيرش البحث، وهذا البحث هو اللي معظم نتائجه تكون في الملف المهني. يعني البحث الداخلي اللي هو يتعلق بالشخص نفسه، والبحث الخارجي اللي هو يتعلق بسوق العمل والوظائف المتاحة. الجزء الثالث من الإعداد المهني هو قلنا التخطيط والبحث والتعلم أو استمرار التعلم، تشوف وين القصور في مهاراتك، مش قصور يعني، وين الأماكن اللي تحتاج إضافة أو تحتاج عمل عليها أكثر، أو مواقع الضعف ما يكون بسيط. فهذا هو يسمى الـ education يعني بلغتنا إحنا في هذا الاتجاه، ولكن إذا عربناها ممكن تكون استمرار التعليم بدل التعليم، لأنك أنت مفروض يكون عندك تعليم مسبق. الرابعة من الإعداد الوظيفي هي الإنجاز، إنجاز كل هذه الرحلة من الإعداد والاستطلاع، كيف تنجزها وتنفذها حتى تحصل على وظيفة اللي هي فعلا فت اللي أنت لا فت لها، وهي أيضا تناسبك يعني. فالعمل زي ما تعرف دكتور جمال المفروض تكون أنت تنوض في كل صباح وتتجه للعمل وأنت سعيد يعني، مش من لأنه يناسبك من جميع النواحي، تجد في نفسك وليس من أجل المرتب فقط أو الميزات اللي ممكن تحصل. لذلك أنت هذه الرحلة اللي هي شاقة أو قد تكون ممتعة إذا عرفنا كيف نستفيد منها، يعني أن هي worth doing، يعني هي أنك أنت مفروض تعملها يعني بإنترست يعني بسعادة. طب دكتور، هل من المستفيد من إنجاز هذا الملف الوظيفي؟ هل هم فقط الموظفين اللي يجلسوا على مكتب، الموظفين اللي في ساحات العمل، أم أي شخص ممكن يستفيد منه؟ والله دكتور احنا حكينا قبل شوية على أن المهارات نوعين، فهي مهارات عامة ومهارات خاصة بالمهنة. نعم. كل مهنة مهما تكون صغيرة أو كبيرة، حرفية، مكتبية، تدريس، دراسات عليا، قيادة طيارة، تمريض، أي مهنة في هذا العالم اللي نعيش فيه اليوم عندها مهارات لابد أن يتقنها صاحبها. طيب. فهذا الملف هو زي ما قلنا الجزء الأساس منه هو تقييم المهارات. يحتاج أي شخص يريد أن يعمل، حتى لو أراد أن يعمل لنفسه أو لحساب الخاص، لابد من مهارات معينة موجودة يكون حاصل عليها حتى ينجح. نعم. فهو مهم لكل الشرائح بدون استثناء. واضح. إذن أي شخص بتطلب منه أنه يجد وظيفة أو بحاول أنه يستمر في وظيفته ويتطور من وظيفته، بتطلب منه تطوير ملفه المهني أو الجلوس على والله. نعم،
هو هذا الصحيح، ولكن أنا زي ما قلت لك، أنا الحقيقة دائما في بالي الشباب، خاصة في عالمنا العربي وليس في عالمنا هذا، أن هم ممكن أي شاب الآن، ولو حكينا حتى عن ليبيا مثلا أو أي دولة من الدول العربية، ممكن ليبيا أسوأ حالا الآن بسبب الخلافات اللي نشهدها للأسف. أي شاب لا يملك وظيفة، أو أي شاب يشعر بأنه في مهب الريح ولم يكمل تعليمه، هذا الملف المهني ممكن يقتل. إذا عمل فوكس على الملف المهني وشاف نفسه، لابد أن يكتشف في نفسه أشياء يستطيع أن يفعلها وينطلق منها. يعني لابد أن يكتشف أنه هو ممكن يحتاج إلى مزيد من التدريب، مزيد من التأهيل، لكن لابد أن يكتشف نفسه من خلالها. وزي ما قلت لك دكتور جمال، إنه في جزء هو اكتشاف الشخصية أو امتحان الشخصية، فممكن يبدأ منه ويتدرج في أشياء أخرى حتى يكتمل الملف المهني عنده ويصبح شخص يعني مهم، أولا بالنسبة لنفسه وللمجتمع بدل الضياع. الآن هنا هذه المادة زي ما قلت لك تدرس في السنة الأخيرة حتى يتمكن، مع كل هذه يعني مع كل هذه الفرص المتاحة، يعني هنا في هذا المجتمع يتم الحرص على أن الخريج لابد أن يتعرف على مثل هذه الأشياء اللي هي من ضمنها الملف المهني، بينما تجد في بلدان كل الشباب للأسف غير ملتفت إليهم وضائعين، يعني معظمهم خلينا نقوله إلا من أتيحت له فرصة استثنائية. دكتور، باللغة الإنجليزية إيش بيسموه هذا الملف المهني؟ نعم، باللغة الإنجليزية هو professional portfolio. أوكي، professional portfolio. أوكي، لأنه يعني أنا صراحة يمكن ما مر علي الموضوع هذا، فأنا كتير مستغرب ليش إحنا ما تطورنا أو ما تعلمنا. هل هو شيء جديد في الـ في في إدارة التوظيف؟ والله دكتور جمال، هو جديد، ويعني مش جديد بمعنى الآن يعني، ولكن غير يعني مش على زمننا. نعم، مش على زمننا الأخبار هذا. هو ما بعرف، لكن هو موجود بس استعماله مش كثير، حتى هنا الأمانة مش شائع يعني، حتى في كندا مش كل الناس يعرفوا الملف المهني، يعني كل الناس تركز على السيرة الذاتية وعلى الكفر ليتر والأشياء هذه فقط. هو غير الدكتور عنده رسالة قوية، وأنا يعني أفتخر برسالته، إنه حابب يوصل صوته مش فقط لأبناء الوطن العربي في المغترب، لأنه أعتقد يمكن أبناء الوطن العربي في الغرب عندهم ريسورسز وعندهم أماكن وطرق إنهم يحصلوا على المعلومات أسهل، ولكن هو صراحة قلبه على أيضا أبناء وطننا العربي، بحيث إنه توصلهم هذه الرسالة على الله، وعسى أن يتم هذا بدعمهم على الأقل بما نستطيع في إيجاد فرص أفضل للحياة. دكتور جمال، هو حتى الشباب الجدد الحقيقة الآن في مهاجرين جدد عدد كبير، فيعني ممكن يكونوا خاصة الكبار في السن، يعني مش كبار قصدي شباب بس يعني ناضجين أو بداية العشرينات، قد يضيعوا في هذا المجتمع إذا لم يتم توجيههم بشكل جيد، يعني خاصة لما يأتوا بعقلية المجتمعات الأخرى ويصطدموا بواقع الحياة هنا ممكن يضيعوا. بس إذا 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 انتبه الأهل ووجههم إلى مثل هذه الأشياء، والعمل على الإعداد الوظيفي أو الخوض في رحلة الإعداد الوظيفي، بالتأكيد إن شاء الله يكون عامل مساعد على الاستقرار والنجاح. أيضا كندا زي ما تعرف، يعرف الأخوة المشاهدين، بلد الفرص يعني. طيب، يعني لابد يعني إذا عرف كيف يتم استغلالها، فالنجاح إن شاء الله مضمون لشبابنا العربي اللي هم حيكونوا أيضا شباب كنديين في نفس الوقت وفاعلين في مجتمعهم الجديد. طيب، وهذا أيضا دكتور جمال ممكن ينعكس حتى على مجتمعاتنا الأخرى، لأن كل شخص أو كل مهاجر أو كل بادي حياة جديدة هنا وعند ناس وأصدقاء وأقارب، فكل ما يكون في وضع أفضل أكيد ينعكس بصورة أخرى على الآخرين في بلادنا العربية.
وافقك الرأي، وافقك الكلام دكتور. طبعا دكتور أنا عندي سؤال يمكن قد يسأل الآن معظم المشاهدين اللي عم بتابعونا، ما هو الملف المهني أو ما هي أقسامه، ما في داخله، ماذا يجب أن يحتوي؟ لكن هعطيك فرصة تجاوب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل السريع. بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث، لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. الملايين يعيشون في خطر، الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم، زكاتك تصل إليهم في 44 دولة، لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، زكاتك في أيد أمينة. مرحبا، رجعنا لكم مرة ثانية، أنا وضيفي الدكتور علي الوافي، أهلا وسهلا فيك من مدينة أوتوا، وكنا نتحدث عن أهم الأمور حول تطوير الملف المهني وطريقة الملف المهني. عرفنا الملف المهني، عرفنا من هم المستفيدون من الملف المهني، وسألت الدكتور سؤال مهم قبل الفاصل، ما هي أهم محتويات هذا الملف؟ نعم دكتور جمال، محتويات هذا الملف زي ما قلت لك قبل الفاصل، أنا اسمح لي ممكن هذه السماعات عملت شوية صداع، راحتك يا دكتور. فالباين هذه السماعات طبعا أنا جديد علي بصراحة، فعملت مشكلة. تعلموا المحتويات دكتور جمال، هي الأساس الملف هو يعني الإيفالويشن، تقييم المهارات، أو هذه أهم جزئية. وتقييم المهارات يقودنا أولا إلى استعمال نماذج خاصة بالتقييم، وكل مهارة نقيمها تحتاج إلى دعم، يعني إلى دعم بالمستندات، أو خلينا نقوله الوثائق اللي هي تعزز امتلاك هذه المهارة. زي ما قلنا قبل الفاصل، إذا المهارة رقم واحد، إذا قلت أنا أمتلك هذه المهارة، فما هي الإثباتات؟ خلينا نحكي أمثلة. أنا أمتلك مهارة الإكسل شيت، بعرف أشتغل على الإكسل شيت. نعم كويس، إذا أنت تمتلك هذه المهارة، هل سبق وعملت عمل بهذه المهارة؟ إذا أنجزت كم عمل لشركة، أو كم عمل لنفسك، أو كم عمل لأشخاص، أو من ضمن مجموعة، فهذا هو ارتفاكت، دليل. إذا تلقيت خطاب شكر من مسؤولك في السابق، أو من أي جهة قدمت لهذا العمل، هو أيضا ارتفاكت ممكن تضع في الملف. إذا عملت يعني مثال آخر، إذا أنت تتقن برمجة معينة، ماذا فعلت بهذه البرمجة؟ لغة معينة بالكمبيوتر، يعني إذا قمت بحل مشكلة معينة، ساعدتها في حل مشكلة معينة، كنت من ضمن الفريق الفلاني ووضعتم حلول لمشكلة معينة بهذه المهارة، فهي ارتيفاكت. فكل ما تزيد الارتيفاكت او الادله على، او ما يوثق هذه، او ما يعزز امتلاك هذه المهاره، كل ما زاد حجم الملف المهني. فهذه هذا واحد من الامثله. بعدين يجي من ضمن السيره الذاتيه، ايضا من ضمن محتوياته الكارير بلان، اللي هو المخطط المهني. زي ما قلنا ينقسم لعدة أقسام، بداية من اختبار البرسوناليتي، يعني الشخصية،
وبعدين تحديد ال الاكويشنز اللي هن ممكن يلائمن الشخصيه هذه، ووضحن في يعني في قائمه حسب الترتيب حسب يعني ملائمه. بعدين كل اكويشن كيف تصل لها، بتضع هدف رئيس، ولكل هدف بتضع مجموعه اوبجكتيفز، وكل اللي هو هدف يعني قصير الأمد، وكل هدف قصير الأمد بتضع له أكشن بلان، يعني في التاريخ الفلاني حتعمل كذا، في التاريخ الفلاني حتعمل كذا، في التاريخ الفلاني حتعمل كذا، حتى تصل إلى الهدف قصير الأمد. ولما تصل لكل أهداف قصيرة الأمد تصل لهدف بعيد الأمد. إذن هي دراسة شخصية للذات. هي دراسة شخصية للذات، وزي ما قلنا في نفس الوقت من خلالها تقدر تعرف نفسك، يعني تعرف نفسك، تعرف بنفسك للآخرين. هي دراسة يعني، وهذا الملف المهني على فكرة هو اثنين، يعني هو ملفين، ملف اللي هو خاص بك أنت وفي كل شيء، مواطن الضعف ومواطن القوة وكل شيء، وفي ملف للبرزنتيشن يخرج من هذا الملف الكبير، وقد يكون مختلف حسب الوظيفة أو حسب المهنة اللي أنت بتعرض نفسك بها أو تبي تعرف عنها أكثر. أنا بدي أعطي مثال. في الملف الكبير زي ما قلت. بدي أعطي مثال دكتور، ما أدري إذا ينطبق عليه، يعني صححني. مثلاً في الجوفرمنت في كندا عشان تصير دايركتور لازم يكون معك مستوى معين من اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. يجب أن تتقن كلاهما بمستوى معين يسموه CBC I think CBC or CBB. المهم بديش أكون أعطي رقم خطأ. مثال، أنا دخلت الجوفرمنت وبدأت في الجوفرمنت، وصلت للليفل 4 أو الليفل 5 وبدي أصير الآن مانجر وما معي هذا اللغة الفرنسية، فأنا بعرف بقيم حالي باللغة الفرنسية عن طريق هذا الملف المهني، وبحط لحالي تارجتس او جولز اهداف، انه انا ادرس الليفل الاول من اللغه الفرنسيه within 3 months، بعدين ادرس الليفل الثاني من اللغه الفرنسيه within 2 months، وهلم جرى الى ان اصل الى هدفي النهائي وهو الحصول على الفرنسي الذي يؤهلني للوصول الى المستوى اللي بدي اياه. هل هذا هو مثال من الامثله دكتور؟ نعم، هو هذا مثال من أمثلة تقييم المهارة. هذه المهارة إذا اعتبرنا إتقان اللغة الفرنسية أحد المهارات فهو مثال جيد صراحة. فأنت الآن هذه المهارة بتقيمها في كل مرة، وفي كل مرة بتطور نفسك وتصعد لليفل أعلى بناء على تقييم المهارة، سواء كان يعني بالنماذج اللي حكينا عليها أو بتقييم خارجي عن طريق امتحانات أو أشياء مشابهة. ممتاز ممتاز. طيب دكتور، خلينا سريعا نحكي عن طريقة إنشاء هذا الملف. كيف ننشئ هذا الملف؟ هل هناك تمبلتس أونلاين؟ هل أنا لازم أستشير أحد أخصائي يساعدني في إنشاء هذا الملف؟ أم أنا أستطيع أنه أكتبه بشكل بسيط وحدد أهداف معينة وأكمل عليها؟ هو زي ما قلت لك، احنا في يعني يدرس هو كمادة ومدتها يعني 15 اسبوع لان صارت 14، فهو يعني شغل كبير يحتاج الشخص الى مساعدة. اذا كان خارج قاعات الدراسة يحتاج الى مساعدة من شخص اخر او من اشخاص او من جهة. منظمات المساعدة للوصول الى عمل اللي حضرتك ذكرتها في بداية الحلقة، واللي أنا أيضاً أفتخر بأني انضميت لها وساعدت فيها كثيرين، هي أحد الأماكن المهمة اللي ممكن يلجأ لها الشخص لبداية تكوين مثل هذا الملف. أيضاً في الإنترنت أيضاً في بعض المواقع تساعد على تطوير أو إنشاء هذا الملف من البداية، وحسب حالة الشخص وحسب إمكانياته المعرفية وحسب مهاراته بالإنترنت وحسب مهاراته اللغوية تختلف من شخص لآخر. هناك من يحتاج
مساعدة، وهناك من يحتاج مساعدة أقل، ويختلف الوضع من شخص لآخر. ولكن إنشاء ليس بالأمر الصعب، ولكن يتطلب وقت ودراية بكل تفاصيله قبل البداية فيه. وهو على فكرة يعني هو على فكرة يبقى مع الجميع، يعني حتى اللي بعد كم سنة في الوظيفة، وبعد هو الآن أنت زي ما عارف دكتور جمال والأخوة المشاهدين، التعليم صار يعني لايف لونج ليرنينج، يعني تعليم مدى الحياة. فالإنسان ما دام بيتعلم ويطور في نفسه يحتاج إلى رجوع إلى مثل هذا الملف، وهذه فائدة أخرى من فوائد الملف اللي يحدد موقع، أو كل مرة يضيف أشياء أخرى لهذا الملف، وعندما يتطور في مهارة معينة زي ما حضرتك ذكرت مهارة اللغة الفرنسية كمثال، ويضيف الأشياء الجديدة الارتفاكت اللي حصلها، الشهادات الجديدة في هذا المجال، الرخص أحيانا أيضا تدعم مثل هذه الأشياء. الرخص أنت يعني عارف دكتور، كثير من الوظائف وكثير من المهن تحتاج إلى أكثر من رخصة أحيانا، فهذه أيضا كل ما تحصل على رخصة بدرجة معينة، والرخص أيضا عندها مستويات. فهو يعني إنشاء زي ما قلنا يتطلب وقت أكثر من أي شيء، ويتطلب دراية بتفاصيله حتى تتم بداية صحيحة، وبعدين يبقى على طول قابل للتطوير ممكن مدى الحياة. أنا بدي أزيد على شعرك بيتا يا دكتور، وأقول لجميع المستمعين أنه ما نتعلمه في الجامعة هو يمكن 10% من الذي يجب أن نتعلمه في الحياة العملية. كثير من الأمور لا نعرف عنها، يعني أنا درست في كلية الطب، لم نتعلم المانجمنت، لم نتعلم الإدارة، لم نتعلم الأكاونتينج. أنت عندك عيادة لازم تتعلم هاي الشغلات الأساسية، لم تتعلم الماركتينج، لم تتعلم how to deal مع البيشنت، how تتكلم معها، كيف تريليز يور ستريس، لأنه كل هذا يعني أمور كثيرة، وهذه مهنة واحدة. أنا بحكي هناك مهن كثيرة مشابهة لذلك، الهندسة نفس الشيء، أمور كثيرة طبعا. وأنا مبسوط إنه يعني الدكتور عم بعطينا الآن practical lead لشيء مهم، وهو تكوين الملف المهني. طيب دكتور، إحنا أنشأنا الملف المهني، إحنا ماشيين خطوة بخطوة، أنشأنا الملف المهني ووصلنا إلى عندنا ملف مهني. أنا الآن عندي الملف المهني هذا عمره 5 سنوات، هل هذا الملف المهني أرميه أم يحدث هذا الملف المهني، بقدر أستكمله؟ نعم، هو بالتأكيد زي ما قلنا، هو ممكن زي أي يعني اتجاه في أي مستوى أو مجال معين من الحياة يحتاج لتطوير دائم. فهو الملف المهني حي على طول، وزي ما قلنا قبل شوية ممكن مدى الحياة ما دام الشخص يشعر بأنه هو تطور في مهنته أو في وظيفته. أعتقد أنا يعني بدون تردد أقول ممكن حتى بعد التقاعد ممكن الواحد يغير شكل الملف المهني ويضيف اهتماماته الجديدة، ويعني مهارات اللي قد ممكن حتى يسعى إلى امتلاكها وتطويرها إذا غير مسار حياته بعد التقاعد. أعتقد أنه هو شيء مهم جدا زي ما قلنا، وينطبق ليس على الوظيفة التقليدية فقط، ولكن على أي مسار معين يعني يسلك الشخص في هذه الحياة. طيب دكتور، أنا سريعا بس بدي أرحب ببعض الضيوف. الأستاذ محمد تميمي بسلم عليك، الأستاذ ريم عناني من يعني هي لايف كوتش، وهي ايضا مقدمة لبرنامج حياتك مع ريم او سعادتك مع ريم، طريق السعادة مع ريم، الذي يكون كل يوم جمعة الساعة 7. بتحييك وبتحيي ضيفنا اللي هو الدكتور علي، اهلا وسهلا فيك دكتور. ريم بتضيف، انا في عصر بقدر الخبرة وبعطيها الاولوية قبل الشهادة في الكثير من المجالات.
الخبرة لها أهمية كبيرة أكيد. يس، يعني الخبرة تعطي كثير في الحياة يعني. نعم، الخبرة هي هذه اللي نحكي عليها إحنا. المهارات هي نتيجة دراسة وخبرة، وليس الدراسة فقط. يعني المهارة، كيف تتولد المهارة عندك؟ تدرس الأشياء وبعدين مع الوقت بتصير أفضل فيها، وهذا يعني تراكم معرفي ينطبق على جميع المهارات بما فيها مهارات اللغة. دكتور، أنت أدخلتنا، نعم تفضل. نعم، أنت أدخلتنا بحرا وأردنا أن نغوص به، لكن نحتاج إلى قوارب. نعم، أنا والله ما عندي قارب الليلة. الموضوع طويل جدا ومشوق جدا ومهم جدا، لأني أنا صراحة شخصيا يعني يمكن كثير من الناس زيي لم يسمعوا عن هذا الموضوع ولم يعرفوا عنه. أنا بتمنى أنه نقدر نستضيفك في حلقات أخرى دكتور، عشان نقدر نكمل الموضوع بالتفصيل ويعرف الناس في الأشياء اللي داخل هذا. في ختام هذه الحلقة دكتور، لو تعطينا هيك موجز سريع بتحب تعطينا إياه وتشجع الناس على تطوير ملفهم المهني. أحسنت دكتور جمال. الحقيقة يعني زي ما قلت، الموضوع متشعب وطويل جدا ويحتاج إلى حلقات ويحتاج إلى كثير من التوضيحات. إحنا اليوم لو خرجنا من هذه الحلقة بأن الناس تعرفوا فقط على أن هناك شيء اسمه ملف مهني وهو غير السيرة الذاتية المتعارف عليها، وهو هدف تعرف أو البحث الداخلي والتعرف على الشخص، يتعرف الشخص من خلاله على نفسه أولا، ثم يتعرف على العالم الخارجي المهني. وأدوات هذا، أدوات الوصول للمهنة اللي هي تناسب، هذا أهم شيء اليوم. إذا وصلنا لهذه الخلاصة أو المشاهد تعرف على هذه الخلاصة، أكيد في ناس بتعرف أكثر منا، وأكيد في ناس هذا الموضوع ليس جديد عليها، ولكن نحكي على الشريحة اللي هي أول مرة تسمع به أو سامع به ومش عارف هي تفاصيله. فإذا وصلنا إلى هذا فإحنا نعتبر نجحنا دكتور جمال اليوم، في فعلا أعطينا إضاءة لهذا على هذا الملف. الملف مرة أخرى هو عبارة عن ملف متكامل من الوثائق الخاصة بالشخص، وهو رحلة المفروض تكون ممتعة، يتعرف من خلالها الشخص على نفسه أولا ويجهز نفسه للتعريف بها للآخرين. أعتقد هذه موجز، يعني إن شاء الله يكون كافي. أكيد دكتور، أنا باسمي شخصيا ونيابة عن جميع المشاهدين وكنار تي في صوت العرب من كندا، حابين نشكر الدكتور علي الوافي الذي أثار موضوع مهم جدا اليوم، وهو موضوع تطوير الملف الوظيفي. أعطانا لمحة سريعة عنه زي ما حكى الدكتور، أنه هذا الموضوع طويل وكبير، يدرس في الجامعات في مقرر كامل في فصل كامل، وليس بشيء بيوم بيومين، لكن وعدنا الدكتور أن يكون معنا في حلقات أخرى نعطي تفاصيل أكثر إن شاء الله. أجين اللي ما حضر هاي الحلقة أو راحت عليه الحلقة لايف ممكن يحضرها على قناتنا على الفيسبوك، بدخل على الفيسبوك بعمل لايك وفولو عشان يضلوا معنا. قناتنا على الفيسبوك سهلة، كنار تي في لايف. ممكن برضو يروح على قناتنا على اليوتيوب يحضرها بأي وقت بده إياه، برضو كنار تي في لايف، بيعمل سبسكرايب ويعمل تفعيل لجرس التنبيهات، بدخل على البلاي ليست في الأعلى وبيحضر كل البرامج اللي بده إياها مجمعة في بلاي ليست واحد، very details، واضحة، وإن شاء الله بتم الفائدة. مرة تانية بنشكر الدكتور علي، بنشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا، ونقول لكم تصبحون على ألف ألف خير.